السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. النهاردة معانا فيديو جديد من فيديوهات كاميرات هيكفيجن، هنتكلم من خلاله إزاي نحفظ تسجيلات كاميرات هيكفيجن على الكمبيوتر من خلال متصفح الإنترنت في حالة عدم وجود جهاز NVR. لكن عيب الطريقة دي انك بتحتاج تسجل الفيديوهات مانيوال، مش زي جهاز الـ NVR بيسجل الفيديوهات اوتوماتيك. فتعالوا بينا نشوف هنعمل كده ازاي. اول حاجة لازم نتأكد ان احنا شغالين على اليوزر ادمنستريتور علشان ما تواجهناش اي مشاكل. بعد كده هننشئ فولدر على سطح المكتب وهنسميه كام واحد مثلا، كاختصار لكاميرا واحد. لو عندك اكتر من كاميرا هتعمل عدد فولدرات على كل كاميرا وتسميها، وممكن تسميها كام 2 كام 3 على حسب العدد اللي عندك. بعد كده هنفتح متصفح انترنت اكسبلورر لان هو الوحيد اللي بيشغل الكاميرات، ومن شريط العنوان هنكتب عنوان الاي بي بتاع الكاميرا بتاعتنا، هو 192.168.1.64. هتفتح صفحة الكاميرا، هيطلب مننا اليوزر والباسورد بتوع الكاميرا. تمام كده الكاميرا بتاعتنا فتحت. من التبويب configuration نضغط عليه، هنختار حاجة اسمها local configuration. هنلاحظ هنا ان دي كل المسارات اللي الكاميرا بتسيف الداتا بتاعتها عليه، فطبعا انا مش هقعد ادخل على كل المسار دوت في كل مرة. فاختصارا للوقت انا هحدد له مسار الفولدر اللي احنا كريتناه دلوقتي على سطح المكتب. هدوس براوزر او براوز، وهختار الفولدر اللي انا كريته، وهنفذ الخطوة ديت لكل المسارات الموجودة. بعد كده هدوس سيف، وارجع تاني لللايف فيو. هصغر الصورة عشان توضح. هدوس على زرار السناب شوت علشان ياخد صورة للكاميرا، وبعد كده هدوس على زرار الريكورد عشان اسجل مقطع للفيديو. تمام نروح بقى للفولدر اللي احنا كريناه عشان نشوف الدنيا اشتغلت ولا لا. هنلاقي ان في فولدر اتكريت بتاريخ اليوم اللي انا سجلت فيه، هفتحه هلاقي الصورة اللي انا خدتها سناب شوت. تمام، و هفتح الفيديو اللي احنا سجلناه، المقطع الصغير اللي احنا سجلناه. تمام المقطع اتسجل، وبكده نكون نجحنا ان احنا نخلي الكاميرا تحفظ التسجيلات بتاعتها على جهاز الكمبيوتر. وزي ما قلت ان عيب الطريقة ديت ان انت لازم تسجل الفيديوهات مانيوال زي ما احنا عملنا كده بالظبط. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.